شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار كضيف شرف في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح نظمتها سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة في قاعة تشرشل بمبنى مجلس العموم البريطاني بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير المملكة لدى المملكة المتحدة وعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني والشخصيات الدبلوماسية والإعلامية وضيوف من الجالية البحرينية بمختلف أديانها. وفي بداية الاحتفال أشاد راعي الحفل السيد كورنر بينز رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالبحرين بمساعي المملكة ودورها في إرساء معاني التسامح والتعايش، متوقفا عند الدور الذي تلعبه معالي الشيخ مي لتعزيز مفهوم وثقافة التعايش في المملكة وخارجها. هذا وأشارت معالي الشيخ مي بنت محمد إلى أن مفاهيم التعايش والتسامح ليست حديثة على المجتمع البحريني، بل هي نهج توارثته الأجيال، منوهة بأن العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله والمشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالته يكفل الحرية للجميع من خلال دستور المملكة وقوانينها. وفي الاحتفال توجه سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة معالي الشيخ فواز بن محمد بالشكر للحضور، متوقفا عند رؤية جلالة الملك المفدى الداعمة لقيم التعايش والتسامح التي تميز مملكة البحرين والتي تجعل منها أرضا خصبة للسلام بين جميع قاطنيها. كما شكر معالي الشيخ مي على كلمتها وحضورها هذا الاحتفال السنوي الذي تنظمه سفارة البحرين في بريطانيا. في هذا اللقاء رسالة التسامح هي ما تحمله البحرين دائما عبر ثقافتها، عبر انفتاح أهلها، عبر المعالم التي تشهد على حضارات تعاقبت على أرضها وعلى بشرا قصدوا البحرين واستقروا فيها ونقلوا ثقافاتهم حضاراتهم ما يميزهم. في المنامة على سبيل المثال التي نحاول إدراجها كمدينة تاريخية لتكون في قائمة التراث الإنساني العالمي يميزها اتساع مساحتها وفضائها لكل الأديان. في الموقع ذاته في رقعة جغرافية صغيرة تجد المآذن وتجد الكنائس وتجد المعابد وتجد شعبا تآلف وتسامح، وكانت رسالته الأولى التي يقدمها العالم أجمع هي التسامح والتعايش. اليوم في بريطانيا نحمل رسالة السلام والتعايش، بالأمس كنا في فرنسا نؤكد حضور البحرين كمملكة تسعى لتكريس الثقافة عنوانا لها وتحافظ ليس على معالم بلدانها وإنما تعمل عبر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي على حماية مواقع في بلداننا مهددة بالخطر. هذه الرسالة هي التي تحملها مملكة البحرين، التعايش والثقافة هو عنوانها. السنة الثانية على التوالي نقيم هذه الفعالية بمناسبة يوم العالمي للتسامح، والبحرين مثل ما ذكرت الشيخة مي أنها بلد للتسامح وبلد للتعايش الأخوة بجميع الأديان وجميع الأجناس. فمن هذا المنطلق تم دعوة البحرينيين والمسؤولين البريطانيين هنا في لندن للسماع للشيخة مي وللنائب كونر بيرنز اللي تحدثنا عن البحرين وعن أوجه التسامح